أقول هل الأحاديث الآتية صحيحة أم لا؟ وهي أن من قرأ سورة الكهف كان له نور، ومن قرأ سورة الملك خفف عنه العذاب، ومن قرأ ومن قرأ الواقعة وقع الله الفقر. من قرأ سورة الكهف ورد فيها حديث ضعيف أنها تكون له نور ما بين السماء والأرض، وذلك في يوم الجمعة، ورد فيها حديث لكنه ضعيف. ونعم، ومن قرأ سورة الملك خفف عنه العذاب، هذا ورد نعم أنها تشفع، سورة 20 آية شفعت لصاحبها أو من قرأها بتخفيف عذاب القبر. نعم، ومن قرأ الواقعة وقاه الله من الفقر، ورد في هذا أثر أن قراءة الواقعة أن فيها وقاية من الفقر. نعم.